ايوه ثواني انا عايز افهم بس، يعني هو القمصان هتغطي لحد البناطيل؟ لا القمصان العكس، هتطلع لفوق وتديه. يعني القمصان فوق والبناطيل تحت؟ اه. طب والفرق ده مين هيعالجه؟ المتحرش. ايوه صح المتحرش ده، مش هيسيبه حد في حال. اه ده انا شفت حاجات يا اولاد. ده كمان ايه بقى موضوع اللبس دي؟ هيريح كتير، لان المتحرشين مش هيعرفوا يفرقوا بين رجاله وستات، وهو الرجاله تشيل عن الستات شويه. يعني احنا نشيل عن الستات واحنا نشيل الطين؟ في ايه ده؟ اذا كنت قلب الجلابيه وبتحرشوا بيا. يلا انت شكل حكاويك كتيري، اوصل انا الكشك اجيب لك حاجه ساقعه تقعد تحكي لنا براحتك. لسه هتجيب حاجه ساقعه وتفتحها ده انت قديم قوي. ده انا شفت في البندر مكنه نزلت فيها الحاجه الساقعه، تحط الفلوس تنزل لك الحاجه الساقعه. صح والله. والله رحت وقفت قدامها، احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه، احط فلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. جالي واحد قال لي خلاص يا عم الحاج خلي الناس التانيه تشرب. قلت له ثلاثه بالله العظيم ابدا، طول ماني بكسب مش ماشي من هنا، احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. بتكسب انت فلوسك راحت في المكنه؟ المهم المتعه يا اهبل. على رايك منور. إيوه. الحمد لله على السلامة. انت عارف يا واد اغرب حاجة شفتيه ايه؟ ايه؟ الفنان محمد فؤاد. صح والله. اه ماشي انا في الشارع لقيت واقف في لجنة واللجنة مبهدلينه ومش عايزينه يمشي وهو عمال يغني لهم. غنى ايه؟ رابط حزامي وماشي من غير صوت، طفيتي جنبي والكاسيت بريموت، اشرب سيجارة طفي من بره، مجروح وبصرخ يابا بس من غير الصوت. الله الله الله. عجب صوته قوي بقى، عجبه صوته، اداله 3 سنين الحمد لله. الله. بقول لك ايه؟ ايه موضوع الاجتماع ده يا ولد؟ اسال شيخ البلد انا ما اعرفش. ايه الموضوع ده؟ العمدة عايزنا في حاجه هنعرفها دلوقتي. طب انا اروح بقى البيت. البيت اجيب البت ليالي بيتي ونيجي على الاجتماع على طول. خلاص ماشي. كتك دهية في رزالتك. ماشي. السلام عليكم. سلام يا معلم زرزور. ورحمة الله وبركاته. ايه دي؟ شفت المعلم وهو بيغني؟ شفت البندر. ايه ده؟ ده جاي من عرب جوت تالنت ده ولا ايه؟ ايه؟ والله شفت صوته بس انا سقفت له، هو صوته كان وحش. ايوه. بس بقى عشان يمشي. يلا. يلا. خد يا هلا الزغارات دي، امك هتتجوز تاني؟ ما اعرفش والله. امي ايه؟ امك دي ارنبي عماله تتجوز كده اي حد؟ في ايه؟ لا لا انا امي في البيت والله. ايه الزغارات دي كلها يا حاجه؟ ربنا يملى قلبك بالفرحه. فيه ايه؟ رونالدينهو بعت لي دفعه على الفيس وكتب لي يشعر بالمحبي. يشعر. ازيك يا شيخ البلد؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ الغافر؟ يا نعم نعم. عامل ايه يا شيخ الغافر؟ يا نعم نعم. طب روح اعمل لي شاي. من عينيا يا حجه. يا سلام ايه البلد المجنونه دي؟ مالك يا شيخ البلد؟ حزين حزين حزين. حزين كده ليه؟ نفسي اخلف حته عيل يشيل اسمي. طب بسيطي خلف. اخلف ازاي؟ ما انا مش عارف. اتجوز وخلف. مش هتجوز انا، وانا كل ما اروح لحد اقول له عايز اخلف يقول لي اتجوز. مش هتجوز. الله هي كبرت في دماغها اخلف كده. ما هو انت ما ينفعش تخلف من غير ما تتجوز. لا ينفع. طب رحت تسلم الدجال النصاب؟ رحت له. طب بص بقى انا هخلص لك الموضوع ده. ايه؟ عدي عليا يوم الثلاث خد العيل. ايه ده؟ بسهوله كده؟ ايوه يوم الثلاث الجاي ده. اه الله. بس اديني بياناته. اديكي بياناته طبعا. امال ايه؟ عايزه عيل كده يكون قصير ومكلبس كده شبهي. ايوه. ومقبض كده. إيه؟ ها وشعره يبقى طويل كده وسايق. إيه؟ واسود. إيه؟ عشان بتعمل ايه يا حاج؟ بتدخلي البيانات دي الكمبيوتر؟ لا دي مستشفى الجلاء للولاده. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحتي والنبي ابن اختي بس في الحضانه وعايزه ازوره. والله يا حبيبي مش هعرف اجيبهولك. ليه؟ السيستم واقع. يعني الكمبيوتر عندنا عطلان وعنده شغال كوسه هي؟ يا حبيبي الكمبيوتر باي. لا وريني. اهو. ايه دي؟ يا كبرني يا هيبتني يا راجلني
بتعمل ايه يا كبرني؟ في ايه انا بتتفرجوا على ايه؟ بتفرج على ديني. يا نجر نجر من هنا. حاضر. انا مش عارف احنا في كفر ميت كنافه ولا برنامج الراقصه، كل اللي يخش نقعد نعمل على كده. يلا انا نجر من هنا. روح اعمل لي الشاي. هعمل لك براد شاي من الكبير قوي. البلاوي انت عايز تفتح. تعالى يا حاج نقعد هنا شويه. ما تحزنش نفسك. والله حزين. اعمل ايه طيب؟ لا اوعى تحزن. تحزن نفسك ليه؟ والله هنحزن كلنا. هنعمل ايه؟ لا ثانية واحدة يا حجي، لأن الموضوع صعب. لازم ندرك إن الموضوع صعب، تمام؟ فلازم إيه؟ نتذاكي، ننزل صب، تمام؟ عشان إيه؟ يعني اظبطي زوايا واتزان معايا وإيه؟ كده. يعني ننزل مرة واحدة. ننزل مرة واحدة عشان ما حدش يجي على التاني. عشان انا اللي هخسر في الموضوع ده. ماشي يا بص انا هاخد كده يعني انا ابقى الوضع ده. ماشي وانا ماشي ربنا يستر. يلا واحد اثنين ثلاثة. فين بقى بعيد اهل البلد؟ ايه يا عمدي؟ ايه في ايه؟ جايين جايين جايين. ايه الحزن دي؟ اهل البلد فين؟ يا روما اه يا ليل يا قمر والفركة ضادت على البقر. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. سلام عليكم. انتم من ده. جراها يا ابني عربي. كتر السلام يلي المعرفي. ما انا مش عايز اعرفكم تاني. سلام عليكم. سلام عليكم. يلا سلام. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ما خلاص يا عبد الرخمي. ماشي ماشي يا سلام عليكم. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. طب ايه دي؟ فين جلاب العمده هو؟ جاي دلوقتي. فين؟ طب انتوا جايبيننا ومصحيننا بدري ليه؟ انا كان معايا واحد هنا راح فين؟ ايه دي؟ يا محمد. اه لا مش محمد. لا يا متولي خو. عايز اعرف مصيبه ايه وكارثه ايه ونكبه ايه وغرى ايه. حصل ايه وغرى ايه؟ جايبيننا هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ يكون العمده اتعلم سحبه مايكل مثلا وعاوز يوريها لني. العمده اتفه من كده. امال جايبيننا ليه؟ والله ما اعرف. السلام عليك. مش عارف والله. انا مش عارف حاجه. اتضايق. معلش معلش. انت راجل شاعر. انت ايه اللي يضايقك؟ ما هو انا كنت لسه قاعد بكتب قصيده جديده والالهام لسه جاي عليا. واول لما الالهام جه قالوا لي تعالى العمده عايزه. الهام الهام وجاي. الهام ربنا عمره ما هيكرمك طول ما انت بتاع نسوان. يا ولد نسوان ايه؟ الهام يا بتاع الهام. يلا الالهام دي الافكار اللي بتيجي. وكمان افكار يا بقيت عامل زي المصاصه من كتر النسوان. يا ولد والله حرام عليك اتمصيت. سلام عليك. الالهام والافكار دي المشاعر اللي بتيجي الواحد كده عشان يكتب القصيده. الوحي قول الوحي. انتوا الشعراء تقولوا كلام. احنا ناس تافهه ما نفهمش الكلام. ايوه انا راجل شاعر. طب ما تسمعنا حاجه هنا كده. المناخ مش مناسب يعني. لا 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 المناخ حلو وجميل والله. قول. انا هقف اقول شعر قدام بيت العمده. يا راجل العمده راجل هايف. قول بس. طيب كتبت حاجه كده بتقول ايه؟ نقول تاني. انت قلت اول. انت قلت اولاني. يلا انتهى طال. ما هم بيقولوا كده. مالكش علاقه بابنا. كون احنا متجددين. ماشي قول يلا شعر. اسمع دي كاتبها لبلدنا ميك كنافه. يلا بتقول ايه؟ ميك كنافه يا ميك كنافي اديني حته بلا سخافي. نقول تاني. انت هتحفظهاني؟ ما انت قلت بزفت ميك كنافه يا ميك كنافي هاتي حته بلا سخاف. بتقول تاني ليه؟ عشان عايز حته تاني. انت شاعر من نوع الطماع وهتقرفني معاك. طموح.
طموح كمل يلا زفت الشعر دي. يعني ايه تبقى بلدي 100 كنافة وانا ما دقتهاش؟ يعني ايه؟